السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة اخترنا لك. النهاردة هنتكلم على statement of account أو كشف الحساب. كشف الحساب طبعا دي مادة البيزنس. البيزنس للصف الثانوي التجاري الصف الأول. statement of account الاختصار بتاعها SOA statement of account، يبقى statement of account اختصارها SOA. statement of account it is a detailed statement of transaction between seller and buyer during a certain period and balance due. دلوقتي يعني ايه الكلام دوت؟ معناه لو احنا بصينا كده statement of account it is a detailed statement، يعني كشف مفصل of transactions بالعمليات between the seller and the buyer بين البائع والمشتري during a certain period خلال فترة زمنية محددة and balance due والرصيد المستحق. يبقى احنا دلوقتي عندنا مين اللي بيبعت كشف الحساب؟ بيبعته السيلر الى الباير. طب بيبعته للباير امتى؟ السيلر بيبعته للباير امتى؟ in the end of a certain period، في نهاية فترة زمنية محددة. طيب يبقى ما اطراف بارتس، يعني اطراف او اشخاص الستيتمنت اوف اكاونت؟ السيلر والباير. بيوضح فيها السيلر ايه للباير؟ بيوضح فيها كل العمليات اللي تمت خلال الفترة الزمنية، وبيديله فيها كمان البالانس ديو. يعني ايه البالانس ديو؟ يعني الرصيد المستحق، بيوضح له فيها الرصيد المستحق. بيظهر عندي في الكشف الحساب debit transactions يعني العمليات المدينة، وبيظهر عندي كمان credit transactions يعني العمليات الدائنة. العمليات الديبت او المدينة بتطرح ولا بتتجمع في كشف الحساب؟ بتتجمع على الرصيد. يبقى الديبت transactions بيحصل لها ايه؟ بتتجمع على الرصيد، والكريدت transactions بتطرح من الرصيد. يبقى لازم دلوقتي نقدر نفرق ايه هي العمليات الديبت او العمليات المدينة، وايه هي العمليات الكريدت او الدائنة. بالنسبة للعمليات المدينة زي الديبت بالانس يعني الرصيد المدين، ادي واحد. الحاجة التانية الانفويسز، يعني ايه انفويسز؟ يعني جمع فاتورة، يعني الفواتير. الحاجة التالتة الديبت نوت، الديبت نوت يعني الاشعارات المدينة، الاشعارات المدينة. يبقى هي العمليات المدينة الديبت بالانس الانفويسز والديبت نوت، الرصيد المدين، الفواتير كلها، والديبت نوت يعني الاشعار المدين. طيب ايه هي بقى الكريدت ترانزاكشنز او العمليات الدائنة؟ الكاش، الكاش يعني النقدية. يعني ايه النقدية؟ يعني الحاجة اللي انا بدفعها نقدا، بدفعها نقدا وباخد بيها ايصال. الحاجة التانية الشيكس، يعني الشيكات. طبعا لما بشتري بضاعة انا كباير بشتري بضاعة ممكن ادفع عن طريق الشيكس. طب الشيك بيظهر في كشف الحساب في العمليات الايه؟ في العمليات الكريدت او الدائنة، وبتطرح من الارصدة المدينة. الحاجة التالتة الكريدت نوت، كريدت نوت يعني الاشعارات الدائنة. يبقى العمليات الكريدت او الدائنة الكاش النقدية، الشيكس الشيكات، الكريدت نوت الاشعارات الدائنة، والعمليات المدينة او الديبت ترانزاكشنز هي الديبت بالانس الانفويسز والديبت نوت. ده شكل الستيتمنت اوف اكاونت، دوت شكل كشف الحساب.
بيكون مين اللي بعته السيلر، يبقى بنكتب فوق سيلرز نيم، الادرس، التاون بتاعه، يبقى اسم البائع وعنوانه وبلده، تليفون نمبر، رقم التليفون بتاعه، رقم الفاكس، الايميل، والديت اللي بيبعت فيه الكشف الحساب، يعني تاريخ يوم ما بيبعت كشف الحساب. بنكتب بقى في النص statement of account number، رقم كشف الحساب. طيب السيلر بيبعته لمين؟ للباير. يبقى لازم يكتب اسم الباير، بايرز نيم، الادرس، والتاون، والترم. الترم اللي هي الشروط، شروط يعني ممكن يقول لي 5% 10 days، يعني بيحصل على خصم 5% لو دفع خلال 10 days او 10 ايام. طب الترمز دي بتظهر في مكان تاني في كشف الحساب؟ هل بيجرى بها عملية حسابية داخل كشف الحساب؟ لا، بتظهر بس كعنوان هنا قبل ما ابدأ اكتب الجدول، وطبعا عليه درجة. يبقى الترمز بنجيبها من رأس المسألة، يقول لي مثلا 5% 10 days، 10% 10 days، يعني 10% خلال 10 ايام، بتتكتب هنا. For the period، من كام لكام، يعني تاريخ العمليات اللي بيحصل فيها كشف الحساب دوت، من يوم كام ليوم كام، بنجيبها برضو من رأس التمرين. طبعا مثلا لو دي العمليات اللي تمت خلال شهر مارس، يبقى من 1/3/2019 تو 31/3/2019، يبقى التاريخين دول بداية الفترات اللي بيحصل فيها عمليات البيع والشراء إلى نهاية الشهر، أول الشهر لنهاية الشهر. بعد كده جدول مكون من 5 خانات، الديت، ايتمز، ديبت، كريدت، بالانس. الديت يعني التاريخ، وبنبدأه بالسنة، بنكتب السنة مرة واحدة، بعد كده بنكتب اليوم والشهر اللي بيتم فيه العمليات. الايتمز يعني البيان، اول حاجة بنبدأ بالديبت بالانس، وبيكون اسمه بي اف، برود فورورد. يعني ايه برود فورورد؟ يعني رصيد منقول. طب الديبت بالانس بيتكتب فين؟ بيتكتب كم مرة؟ بيتكتب مرتين، مرة في الديبت ومرة في البالانس، يعني مرة في العمليات المدينة ومرة في العمليات اللي هي في الرصيد. طيب دوت رصيد اول المدة، يبقى اول رصيد بنشوفه اللي هو الديبت بالانس، اللي بيكون دايما يوم واحد في الشهر، بنكتبه كم مرة؟ بنكتبه مرتين، مرة في خانة المدين ومرة في خانة البالانس اللي هو الرصيد. بعد كده بنضيف عليه الديبت ترانساكشنز اللي انا وريتها لكم، وبنضيف على الرصيد ده الديبت ترانساكشنز، يعني اي عملية مدينة بنجمعها عليه، وبنطرح منه الكريدت ترانساكشنز، يعني اي عملية دائنة بنطرحها منه. وفي الاخر خالص في نهاية الشهر بيظهر لنا رصيد مدين تاني، لكن بيبقى اسمه ايه؟ ديبت بالانس كاريد فورورد، يعني اختصاره سي اف. الاختصار ده معناه ايه؟ رصيد مرحل للشهر الجاي. في النهاية خالص خلصنا الجدول، بنكتب يور ديبت بالانس از ات، يعني رصيدك المدين في نهاية الفترة، ودايما نهاية الفترة دي بتكون اخر الشهر. يعني لو احنا في شهر 3، الديبت بالانس ده هيبقى يوم كام؟ 31/3/2000 مثلا هنا و18 از، ونشوف الرصيد اللي طلع لنا في الاخر بكام، بنحطه هنا. طيب سيجنتشر سيلر، طبعا السيلر هو اللي بيوقع كشف الحساب، وما ننساش نكتب الاختصار اللي هو اي اند او اي، وده معناه ايرورز اند اوميشن اكسبتد، ما عدا السهو والخطا. طبعا الكلام ده كله هيتفهم اكتر لما نبدا نحل مع بعض التمرين العملي. هحل معاكم اكسرسايز نمبر 1، التمرين العملي بتاعه اللي في الكتاب المدرسي. بيقول السيلر فؤاد محمد حسن، 2 حلوان سكوير، كايرو، واعطيني البيانات بتاعته اللي هي التليفون والفاكس. باير حسن امام حسن، 10 روكس ستريت، كايرو، والتليفون والفاكس. The following transactions took place during January 2018، يعني 2018 2018. طبعا اول حاجة اللي هو يوم 1 جان، debit balance
بكام؟ ب5000 جنيه. يبقى ال5000 جنيه ده هنكتبها كام مرة؟ هنكتبها مرتين. الأول هعمل معاكم الترويصة، طبعا اللي بيبعت كشف الحساب السيلر بيبعته للباير، بنكتب بيانات السيلر كلها، الباير بنكتب اسمه وعنوانه فقط، وهعملها ووريها لكم. طبعا أول حاجة اسم السيلر وعنوانه وبلده. السيلر اسمه ايه؟ السيلر اسمه فؤاد محمد حسن، يبقى اكتب هنا فؤاد. حسن عنوانه، طبعا كلنا شايفين في التمرين عنوانه 2 حلوان سكوير، يبقى 2 حلوان. البلد كايرو، بنكتبها جنبها كده كايرو. طبعا هو بيديك نموذج مفرغ وانتي بتمليه في الامتحان. التليفون هنكتبه زي ما هو عطيه لنا 02، وبعدين 2908 7648 7648. الفاكس 02 2908 7 7649 7649. الديت بنجيب بقى منين الديت؟ بنروح للتمرين بنتلاقي كلمة required، يعني المطلوب. ايه المطلوب؟ the statement of account dated July 1, 2018، هنكتبه زي ما هو عطهولنا بالظبط. يبقى July 1, 2019، هنا لا هي 2018. طبعا هنا statement of account هو يا اما يديني الرقم يا اما هتلاقاه برضو مكتوب في النموذج المفرج اللي هو بيكون عطيهولي. طب انا ببعت statement of account دي لمين؟ للباير. يبقى بكتب اسم الباير حسن امام. حسن امام. طب بكتب بيانات تانية لحسن امام؟ بكتب البلد والعنوان 10 روكسي، ستريت كايرو. طيب فاضل عندي برضو التاريخ اللي هي فور ذا بيريود، من كام تو كام؟ دي ما بتبقاش موجودة عندي في التمرين، بستنتجها من العمليات اللي هو عطاهولي. اول عملية دايما بتكون يوم واحد في الشهر. الشهر اللي اجريت فيه العمليات دي كلها في شهر ايه؟ شهر جان. جان يبقى يوم 1 جان، وبيخلص يوم 30 جان، يبقى من 1. طب هنا بقى عندي مشكلة، جان دوت شهر كام؟ هو عطهوني بالحروف مش بالأرقام، المفروض بتكوني حافظة الشهور السنة. جانيوري، فبراوري، مارش، أبريل، ماي، جان، جولاي. يبقى جان ده شهر 6، شهر 6، يبقى 1/6/2018 الى 31، لا لغاية، هو عطيني لغاية 30/6/2018. يبقى كشف الحساب اتبعت في جولاي اللي هو 7/1/7، والعمليات كلها من الفترة 1/6 الى 30/6/2018. بنبدأ بأول عملية. أول عملية اللي هي بنكتب هنا في الديت السنة، بنكتبها مرة واحدة بس اللي هي 2018، وبنبدأ بجان. هتكتبها يا اما تكتبها زي ما انت عرفتي 1/6، او تكتبها زي ما هو عطاهالك يوم 1. اول حاجة اللي هي الديبت بالانس اللي هو رصيد اول المدة، رصيد اول المدة اللي هو بيبقى بي اف، بيكتب كم مرة؟ بيكتب مرتين، مرة في خانة الديبت ومرة في خانة الرصيد. يبقى 5000 بنكتبهم 5000، ادي مرة، وفي خانة الرصيد 5000. بعد كده اي عملية مدينة بنضيفها، يعني بنجمعها على الرصيد، وام اي عملية دائنة بنطرحها من الرصيد. طبعا العمليات اللي قدامي هنا في التمرين اللي عطوهولي في كتاب المدرسة مترتبة بدءا من 1 5 10 15 20 25 30. طب ولو هي مش مترتبة؟ انا رتبهم،
يعني لو جالك في التمارين العمليات دي تواريخها متلخبطة، امشي بالتواريخ مظبوطة، انا رتب التواريخ. العملية بقى الاولانية خلصناها، العملية التانية يوم 5، يبقى اكتب جان 5. انفويس نمبر 60 ب2000 جنيه. طيب اكتب اهو انفويس نمبر 60، قلنا بكام؟ ب2000 جنيه. طب الانفويس زي ما انا كنت عاطيها لكم في اول المحاضرة، الانفويس من العمليات المدينة ولا الدائنة؟ من العمليات الديبت، يبقى تتكتب في الديبت بكام؟ ب2000. طيب العمليات المدينة بتتجمع على الرصيد ولا بتطرح منه؟ بتتجمع، يبقى شوفوا كده 2000 زائد 5000 بكام؟ ب7000. ادي 7000. بعد كده الديبت نوت نمبر 12 يوم 10، يبقى جان 10 ديبت نوت نمبر 12 بكام؟ ب200 جنيه. طب الديبت نوت من اسمه هو ديبت، يبقى هو عملية مدينة ب200 بتتجمع على البالانس، يبقى المجموع 200 زائد 7000، يبقى 7200 جنيه. بعد كده يوم 15، يوم 15 العملية كاش. طب الكاش دي عملية دائنة يعني كريدت، بتطرح هي بكام؟ ب700. بقى نكتبها الاول في جانب الكريدت ونطرحها من 7200، هيديني 6500 جنيه. بعد كده يوم 20، يوم 20 انفويس نمبر 65، انفويس نمبر 65 انفويس. طب الانفويس عمليات مدينة، مش تشوف كده الانفويس عملية دائنة ولا مدينة؟ الانفويس مدينة. طب المدين بيتكتب في الجانب المدين ب3000 جنيه، 3000 جنيه، وبتتجمع على 6500، يبقى 9500 جنيه. بعد كده يوم 25، زي ما احنا شايفين كل الايام متوالية، مفيش يوم يسبق يوم. يوم 25 شيك نمبر 122، يبقى شيك نمبر 122، شيك وسيلة من وسائل الدفع تبقى كريدت ب2400 جنيه، يبقى نحطها هنا 2400 جنيه. طب ال2400 جنيه هنعمل بيهم ايه؟ هنطرحهم من 9500، يبقى يديني كام؟ 7100. بعد كده يوم 30، يوم 30 في ايه؟ كريدت نوت نمبر 85 من اسمه، كريدت، كريدت نوت بكام؟ ب100 جنيه، يبقى يتحط في الجانب الكريدت ويتطرح، يبقى الفاضل 7000 جنيه في خانة البالانس. طب عايزين نتأكد احنا ماشيين صح ولا ماشيين غلط. طبعا احنا هنا نسينا كمان، معلش، نكتب الترمس اللي هو عطاها لي في رأس المسألة، اللي هي كانت 3% 15 دايز. نرجع بقى تاني، عايزين نعرف اللي احنا عملناه صح ولا غلط. اقول لكم بنعمل ايه، بنجمع كل الجانب المدين ونجمع كل الجانب الدائن ونطرحهم من بعض، لو طلعوا 7000 اللي هي اخر عملية في العمليات، لو طلعوا 7000 يبقى انا ماشية صح. طب نجمع 5 و2 7، 7 و3 9، يبقى دي 9200 جنيه، ادي 9200. نجمع دول 2400 2500، يبقى 3200، 3200، نطرحهم هيطلعوا 7000، يبقى انا ماشيين صح. طب نكتب بقى هنا ايه، ده اخر يوم، يبقى جان 30، بنكرره هو مرتين، وبنكتب ديبت بالانس، بس بقى مش بروت فورورد، لا كاريت فورورد، كاريت فورورد. يبقى الرصيد النهائي خالص اللي تحت الجملة اللي تحت اللي بتتكتب، نكتب ايه؟ نكتب
الآتي، هنكتب your debit balance، your، أنا مسحها بس الحتة دي عشان نعرف نكتب، هي واضحة في الكاميرا اهي، your debit balance يوم at، يعني يوم كام؟ 30/6/2018 7000 7000. وما ننساش نكتب على اي في اي حتة errors and omission accepted، يعني ما عدا السهو والخطأ. كده يبقى احنا خلصنا كشف الحساب. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوه، ولو في اي سؤال اتصلوا بيا على الفيسبوك او اكتبوا لي ملاحظة بالسؤال.